كنت في الوقت واحد المشروع هنا في إتريخت، وكانت طلبات البلدية أن كل واحد يقدر يساهم من العالم كامل لحات أكثر باش يصوب واحد الماكات وتكون عندها 6 متر عالية، وكل واحد صوب شي حاجة ولكن تكون عندها واحد 3 ديال الاتجاهات ديال الطريق. الاتجاه ديال هادي أنا فضلت هادي ديال تصمد لعظامك، وكل وحدة تكون في واحد الجهة. وكان تقريبا شي 120 واحد اللي كانوا داروا من العالم، من اليابان، من طليان، من إيطاليا، من وبقينا حنا 12 واحد. هذيك 12 اختاروا منا 3 هذا باش من بعد واحد الأمريكي اللي كان شده، ولكن بقات عندي أنا مازال غادي نخدمها تاني. حاولت ما كان فيها هادي وتكون فيها الأوبيليست ديال مصر. هادي كان عندها واحد ديكريس ديال كنت كنسمع الوالدة كتقولها أو الناس ديال السن ديالها: إلا كتر الهم سد ودنيك وشد الأرض وشد الأرض. وكان ترتاح ولاحظت بزاف أنا في كثير في المغرب، كان تشوف كل واحد شارع كتلقى فيه واحد سيد كبير أو شاد مبارك هكا وساد الودني ديالو كيرتاح. هذيك الراحة كيكون إما الهم أو كيكون حتى أن قبل الخمسينات كنعرفوا بلي علماء النفس ما كانوش ولا قلال في مدينات كبار، وكان الواحد إلا وقع ليه داكشي بزاف الصداع وشد الأرض وسد ودنيه يمكن يساعد راسو براسو، لأن يلقى الحل راسو، لأن كتصمت الجسم ديالك الداخل. ديك الساعة كيبرد الإنسان من الداخل ديالو كيتحلو المشاكل. حتى هذا اللي هنا حتى هو شاد راسو. نعم شاد راسو ولكن حجرة صلبة هذه باقا ما فينيهاش هذه. لا هذا الحل اللي بغيت نقول انك كنت انا مازال خدام فيها وكنخدم بالباب مفتوح، كيدوزو الناس يوقفوا شويه كيشوفوا واحد السيد كل مره كيوقف واحد السيد سيت ما كنعرفوش مزيان كون شاعر كاتب ولا شي واحد فيلسوف ولا كيشوف وكيقول لي هذه عجبتني هذه عجبتني. واحد الوقت هو يقول لي خاصك توقف ما تزيدش منها حتى شي حاجه، هذه شحال كتطلب فيها؟ قلت ليه الثمن، قال لي خليها هكا راها كافيه، راه كاين فيها الداخل داك الشيء هكا عجبتني وانا نوقف. هي دابا غادي تجي في الاسبوع الجاي باش يديها. هذه هنا حتى هي عندها واحد الحكايه اللي ديال الكون، ان الخراب معروف ان الوقت اللي كنعيشو فيه بين العالم كامل. انا حاولت ما امكن باش نعطي واحد البعد ديال منحوته بالخراب فيها الجيار، وهذه ديال التروتوار دي حجره لقيتها في الشارع وحاولت ما امكن نشوفها اذا يمكن تكون هكا. والخراب معروف ان في التاريخ كاين بزاف ديال بزاف ديال المشخافين ديال اللي طلعوا وهودوا اش بقى عندهم اللي فيهم الاغريق الرومان الفراعنه اللي كنشوفوا دابا نيتوا كيبقى غير الخراب وكيحتفظوا به مزيان كيتهلاو في الخراب ولكن كينساو الضعفاء اللي كاينين قراب ساكنين حدا الخراب. وهذه كتعطي فيها ملايين ديال الفلوس باش كتبقى مصوبة مزيان مسوحين باش يجيو ليهم التوريست.
ما عمرك ما بينتي هاد الأعمال ديالك في المغرب؟ لا لا ممكن كاين مرة واحدة في هاد المغرب ديال مراكش لي بينت فيها شي أعمال صغيرة، كنت ديتها في الطيارة، ربعة الأعمال. هادو أفكار لي كتعطيهم يعني مع الذكريات، ولا كتحاول ما أمكن باش تعطيه واحد البعد واقع ديال هادي. ان اللي كتشوف ان في عار شروطة هادي رخام، هادي لا هذا حجر صلب جرانيت خرانيت خرانيت. وهادي هنا مع ديال الاف سنين الاف ديال الناس في واحد التدهور جايين في واحد الطريق، ولكن صعيب باش تصوبها في لوحة او تصورها. ولكن بالحجر بقيت كنفكر ونقول لا غادي نعطيها هادي، ولكن صافي راه باينين بلي راه الاف الناس بروتيست. هنا هذا العود، اللي معروف في الشرق وحتى في المغرب وحتى في هذا. هذا شيء فيه واحد الرنة، ديك الرنة كت ديال كينة في العود، حاولت نديرها بالرخام ولكن ما تكونش بالضبط عود، ولكن تكون عندها واحد البعد. ودوك الخيوط ديالها حاولت نديرهم هنايا باش هو شويه اوماج لبيكاسو، بحال راه كاينين هنايا لهنا. هنا تعامل بين الشرق والغرب، هذه رموز اللي كتصوب في الغرب، وحاولت نصوبها وردات، وكاين الورده ديال الهمبرا ولا كاين حتى في شمال المغرب الورده، وحاولت نديرهم في وحده. هذه الذكرى ديال فلسطين، هادي لقيت واحد الطرف صغير في واحد المقبرة مع الصديق ديالي تا هو جابها ليا هنا. وهادي هي مهرسة ديال شجرة الزيتون، كاين مهرسة. ملي جيتي تلابات هي زوينة، لا الوراق ولا نلقى بزاف يا خويا بلا افتخار. كتير ديال الأعمال عملت، كتيرة 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 وكتيرة، كاينة في محلات عمومية، في معاهد ديال الدراسة هنا، كاين برا كاين الداخل، كاين في مكتبة ديال الفن اللي كيشريو من عندنا وكيكريو كنز داوود لين. داوود لين عندهم تقريبا شي 17 منحوتة ديالي، ومازال غادي ندفع ليهم تاني واحد شي. تقدر تشرح لنا شناهي داك كنز داوود لين؟ كنز داوود لين هو فيه المكتبة، مكتبة ديال الفن، كيشريو من عند الفنان، ماشي كيكريو ولكن كيشريو من عندو، وهما كيحطوهم وكيجيو الناس بحال المكتبة ديال الكتب، كياخدو واحد الشغل، واحد لوحة ولا منحوتة بواحد الثمن رخيص، كيكريوها لشهر أو شهرين، داكشي على حساب ولا عام. وملي كتسالي كيرجعوها ويديو وحده اخرى، كيزينوا بها المحل ديالهم واحد الفتره وكيردوها من عند فنان من عند واحد. وهادي كتنفع لي انا، كنت حاولت ما امكن تكمل معاهم في المغرب باش يمكن تقدر تبدا شي حاجه.